في مسعى بريطاني لمعالجه نقاط الضعف التي كشفتها العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا بما في ذلك الطائرات المسيره والدفاع الجوي والحرب الالكترونيه تعتزم المملكة المتحدة زيادة الإنفاق الدفاعي في الميزانية التي ستعلنها الإسبوع المقبل وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلت عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على خطط رئيس الوزراء ريشي سوناك نقلت قولهم إن الأموال التي من المرجح أن تكون بمليارات الجنيهات الاسترلينية مطلوبة أيضا لتعويض الأسلحة التي قدمتها بريطانيا إلى أوكرانيا خلال العام الماضي ولضمان تحسينات على المخزونات الحالية ووسط ترجيحات بأن تتخذ موقفا أقل تشددا تجاه الصين من تلك التي خططت لها رئيسة الوزراء السابقة ليستراس ستصدر خلال الأيام المقبلة مراجعة متكاملة للدفاع والأمن والسياسة الخارجية في المملكة المتحدة وصلت عام من الصراع في أوكرانيا الضوء على الحاجة إلى ضخ نقدي فوري بالميزانية المقررة في الخامس عشر من مارس لعام 2022 لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من مراجعة الإنفاق التالية بعد عامي 2024-2025 وعلى مدى العقد المقبل، وزارة الدفاع البريطانية تكافح بشكل جزئي التضخم والضعف النسبي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي في برامج شراء المعدات وصيانتها، بينما قال وزير الدفاع بن والاس أنه يتفاوض مع رئيس الوزراء ووزير الخزانة جيريمي هانت بشأن خطط تحسين المعدات التي يستخدمها الجيش، وفي عام 2021 أعلنت المملكة المتحدة زيادة قدرها 16 مليارا و 500 مليون جنيه استرليني في ميزانية إنفاقها الدفاعي وهو قرار تمويل وصفته لندن حينها بأنه ينطوي على بعض المخاطر